دكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، إلغاء امتحان مادة الميكانيكا للشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك نظرا لتسرب أسئلة الامتحان. وقال الأزهر الشريف في بيان له إنه سيتم إعادة الامتحان في ميعاد لاحق، إضافة إلى تشديد الرقابة على مراكز التوزيع في باقي الامتحانات. ووفقا لبيان من الأزهر، فقد قرر وكيل الأزهر التحقيق في واقعة تسريب الامتحان ومعاقبة من تثبت مسؤوليته عن ذلك. وكان الأزهر الشريف قرر السبت الماضي إلغاء امتحان مادة التفاضل والتكامل بعد اكتشاف تسريب الأسئلة الخاصة بالامتحان. الأستاذ صبحي مجاهد المتخصص في شؤون الأزهر، أهلا بك. أهلا وسهلا. في رأي حضرتك هذه الواقعة للمرة الأولى من نوعها في الأزهر أم أنها متكررة؟ خلال أسبوع واحد هي تاني مرة، ولكن كواقعة عموما تسريب الامتحانات. هو في الحقيقه مساله الغش الجماعي وتسريب الاسئله كان موضوع الازهر الشريف حذر منه قبل بدايه امتحانات الشهاده الثانويه الازهريه، وكان في تصريح واضح وصريح بان سيتم الغاء امتحان اي لجنه يظهر فيها غش جماعي، لكن طبعا لم يكن متوقع ان يكون في الغاء لامتحان كامل بهذا الشكل كما حدث هذا الاسبوع مرتين، كما ذكرت سيادتك، اللي هو مره يوم السبت عن ماده التفاضل والتكامل، ومره اخرى في مادة الميكانيكا. هو ما حدث هو أن هناك تسريب للأسئلة حدث مرتين، المرة الأولى يوم السبت، ولكن تم تدرج المسألة بإلغاء الامتحان نهائيا قبل أداء الطلاب امتحان مادة التفاضل ده يوم السبت الماضي، لكن اليوم الامتحان تم بالفعل والطلبة أنهت امتحانها، وبعد ذلك يعني صدر البيان من الأزهر بإلغاء الامتحان نهائيا. ده أثار حفيظة أولياء الأمور اللي أكدوا أن الأمر ده يعني أصبح أمر يعني شبه غير قانوني، لأن الطلبة بالفعل أدت الامتحان، وكان الأولى بالمسؤولين عن الامتحانات أن هم يعلنوا هذا الإلغاء قبل أداء الطلبة الامتحان كما حدث في مادة التفاضل والتكامل. كون أن الأزهر يحذر من أي محاولات لتسريب الأسئلة، وكون الأسئلة تسرب بالكامل، هل ده معناه أن مراكز توزيع الأسئلة مخترقة داخل الأزهر؟ ده تعليق حضرتك إيه؟ هو في مشكله حصلت في الازهر في البدايه، وهو عدم وجود تامين كافي لمساله لجان الامتحانات ومراكز الاسئله، وده الازهر تحدث فيه من اليوم الاول مع بدايه الامتحانات منذ اكثر من اسبوعين، وتم بعد كده تنسيق بعد بدايه اليوم الاول لامتحانات الثانويه الازهريه مع وزاره الداخليه عشان يحدث تامين شرطي للجان والمراكز الاسئله، وبالفعل تم ده يعني هذا الاسبوع كان هناك بالفعل. بس فكره التامين يا استاذ صبحي، فكره التامين تعني انه في واقعه سرقه، ولكن في الواقع لم ترد الى مؤسسه الازهر اي بلاغات عن واقعه سرقه للامتحان، اذا نحن بصدد عمليه تسريب للاسئله وليست عمليه سرقه للاسئله. ما الان الازهر بيقول انه بيتم تحقيقات في هذه المساله، لان عمليه التسريب طبعا بتكون غير معلومه المصدر، لانه طبعا تمام. بتنشر او بتوضع على موقع او ما شابه ذلك ويتم تداوله، والتسريب المقصود هنا مش تسريب في كافه انحاء الجمهوريه، لان ممكن يكون تسريب في محافظات بعينها زي محافظه الشرقيه وكفر الشيخ، وتحديدا كفر الشيخ لان منذ بدايه الامتحانات وكان هناك محاولات حتى للغش الجماعي بالقوه من بعض اولياء الامور وبعض اللجان، وده ادى الى الغاء امتحان 10 لجان في بدايه الاسبوع الاول من امتحانات الشهاده الثانويه الازهريه. وعليه فان الازهر يعني بيحاول ان هو يحسم مساله انضباط الامتحانات الشهاده الثانويه الازهريه بشكل قوي وصارم، من اجل ان يكون هناك حتى حرص على ان لا يحدث هذا الامر، لان ده يعتبر عقاب جماعي، وان كان طبعا هناك في طلبه بتتضرر من هذه المساله كما حدث اليوم، الا ان الازهر لا يجد امامه وسيله اخرى سوى العقاب بهذه الصوره حتى يكون هناك وضوح بان حتى لو حدث تسريب او حدث اجراء امتحانات وتبين ذلك فسيتم الغاء الامتحان مره واحده. وحتى يكون يعني من ارتكب هذا الجرم هو الاولى بالعقاب، اذا كان العقاب لمن قاموا بتسريب هذه الامتحانات زي ما حصل في وقائع الغش الجماعي في امتحانات الثانويه العامه، ما هو كان مدرس في بني سويف، يعني احيانا بتكون هيئه التدريس متورطه. عند سيادتك حق، ولكن اذا كان المصدر او المصادر معلومين او الجهه معلومه، حضرتك بتقول في تحقيقات اكيد هتوصلهم في تحقيقات وفي لجنه هو بيشرف عليها الدكتور عباس شومان وكيل الازهر بشكل خاص حول هذه المساله، والاكتشاف اليوم حضرتك تحدثت عن مساله التامين، الاكتشاف اليوم في عمليه التسريب جه من الافراد الامن اللي هو الامن الاداري اللي موجود وبيؤمن لجان الامتحان، اكتشف هذا التسريب وابلغ به القياده المركزيه ولجنه المتابعه الموجوده في الازهر الشريف على الشهاده الثانوية الأزهرية، وعليه صدر هذا القرار اليوم.
تمام. وهل تتوقع حضرتك امتى يتم اعاده الامتحان؟ لا، هو الان حتى الان لم يكن الازهر الشريف اي موعد لتعديل اعاده الامتحان، ولكن هل سيتم الاعلان عنه لاحقا؟ يعني بحيث حتى يتجاوزوا اليوم، لان في الازهر الشريف هو الامتحان بيتم يوم بعد يوم، وعليه فان مش عايز يشغل الطلاب بانهم يفكروا الامتحان الجاي امتى، فبيقولوا هو هيعلن عنه في الوقت المناسب. بشكرك جدا استاذ صبحي مجاهد المتخصص في شؤون الازهر والكاتب الصحفي، شكرا لمداخلتك.